استاذ دعاء معايا؟ اه يا فندم، زي حضرتك. اتفضلي يا استاذه. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا فندم. نعم، يا ربنا يخليك. الله يرجع. لو سمحت، لو طبيعي متوفي تمام وعايز بس اقرا قران، فهل القران ده بيوصل له؟ معلش ممكن نعلي صوتنا شويه؟ بقول لحضرتك قراءة القرآن هل تصل إلى والد حضرتك؟ اه. طيب أنا أجاوب على حضرتك أستاذ دعاء. إحنا تلاوة القرآن دي ذكر، واتفق العلماء كما نقل الإمام القرافي على أنها تصل إلى والدك إذا قلت اللهم هب، أن تتحول إلى دعاء، وده دعاء بظاهر الغيب وهو مستجاب. اللهم هب مثل ثواب قراءتي للقرآن لأبي، اللهم هب مثل ثواب قراءتي للقرآن لأبي، إن شاء الله يصل باتفاق كما نقل الإمام القرافي. طب ليه بقى؟ لأن دوت دعاء بظاهر الغيب لمسلم وهذا مستجاب، فيصل إليه القرآن إن شاء الله، يصل إليه ثواب القرآن لما نقرأ ونقول اللهم هب مثل ثواب ما قرأت لأبي لأمي لصديقي يصل إن شاء الله. نعم.